بسم الله الرحمن الرحيم. كنز عظيم من كنوز السنة لا يعلم أكثر الناس. روى النسائي وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند صحيح من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر وادهن من طيب أهله ومشى ولم يركب، ودي أهم حاجة، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. لذلك خصوصا الشباب، كيف تلقى الله سبحانه وتعالى ومعك مليون سنة عبادة، مليون سنة صيام ومليون سنة قيام، وتجلس في الفردوس الأعلى، أقول في الفردوس الأعلى على منبر من نور في الصف الأول، وتتكلم مع رب العالمين سبحانه وتعالى مشافهة وجها لوجه كما أتكلم معكم الآن، وتكون ملاصقا قريبا جدا من رب العالمين سبحانه وتعالى، وتتمتع أعظم المتعة، يكون لك أعظم الشرف. تعمل زي ما بعمل انا. انا بعمل ايه؟ بغتسل، برجع من صلاه الفجر من المسجد، اغتسل وانزل على طول اروح الجامع واقعد جنب باب الجامع لغايه ما الباب يفتح. بعض الناس هتقول لك هنعمل الكلام ده ازاي والمساجد مقفوله؟ عشان كلمه غسل واغتسل معناها تغسل الراس، تغسل الجسد، وده شرط مهم. وبكر وابتكر، شدة التبكير تروح في الساعة الأولى. إيه الساعة الأولى؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من جاء إلى المسجد يوم الجمعة في الساعة الأولى كان كمن قدم بدنا، ومن جاء في الساعة الثانية كان كمن قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة كان كمن قدم كبشا، ومن كان في جاء في الساعة الرابعة كان كمن قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة كان كمن قدم بيضة. الناس بتفتكر نفسها الذين يعتقدون انهم مبكرون وياتون قبل صلاه الفجر، صلاه الجمعه بساعه او ساعه ونص، وفاكر نفسه مجتهد ومبكر. بالعكس، انت متاخر جدا، انت جيت في الساعه الاخيره، انت جيت في الساعه اللي تاخد فيها بيضه او بكتير قوي دجاجه، ومش هتاخد بكل خطوه قيام سنه وصيامها او عمل سنه كامله. ما تعمل ايه؟ انت لازم تروح في اول ساعه. زي ده مذهب الامام احمد ومذهب الامام الشافعي. بعض يعني الامام احمد قال الساعه دي بعد صلاه الفجر على طول، ده الامام الشافعي، لكن الامام احمد وده راي الاصح انها اول ساعه بعد شروق الشمس. بمعنى انت عندك 60 دقيقه بعد شروق الشمس، لازم تكون في الجامع في خلال قبل ما تنتهي ال 60 دقيقه من شروق الشمس، يعني الشمس بتشرق الساعه 5، المفروض تكون في المسجد قبل الساعه 6. المساجد مقفوله. واحد العلماء الكبار من اكثر من 1000 سنه قال ان اول بدعه حصلت في الاسلام هي غلق المساجد بعد في يوم الجمعه. المفروض المساجد تفضل مفتوحه بعد صلاه الفجر عشان الناس ترجع تغتسل وتروح رايح على طول الجامع. ف يبقى تعمل ايه؟ قدامك احد خيارين، تعمل زي ما بعمل وده الافضل والاصح، تروح تقعد جنب الجامع، جنب الباب، قريب من الباب في اي مكان، تستنى لما الجامع يفتح الساعه 9 ولا الساعه 10 وتخش، وتقعد في الصف الاول، لان الرسول قال: ودنا من الامام وانصت ولم يلغ. ليه تقعد في الصف الاول؟ لان اللي بيقعدوا في الصف الاول سيجلسون في الصف الاول في يوم القيامه على منابر من نور. قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود: يا ايها الناس سارعوا الى الجمعات، فانكم ستجلسون يوم القيامه على قدر ترواحكم الى الجمعات. العلماء قالوا ستجلسون يوم القيامه، يعني هتجلسون في الجنه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيجتمع مع اوليائه في الجنه، زي ما انا بتكلم معاكم دلوقتي. الناس اللي كانت بتقعد في الصف الاول برضه هتقعد في الصف الاول في كل يوم جمعه اللي هو يوم المزيد على منابر من نور، ملاصقين لرب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى انت لو عملت الكلام ده في كل يوم جمعه وبكرت، صليت الفجر نزلت، طب مش قادر تروح وتقعد ساعتين ثلاثه في الشارع؟ والله انا بروح بلاقي راجل اكبر مني في السن يمكن ب 10 15 سنه بيمشي، بيبقى معاه عصايه بيبقى ماشي عليها، بلاقيه ساعات قاعد على مستند على شجره ومستني الجامع يفتح الساعه 7 الصبح او 6 الصبح، بيبقى قاعد مستني لغايه الجامع يفتح. مش قادر تعمل كده، يبقى تقعد في بيتك وتستحضر ان هي كانك قاعد في الجامع، وبعدين تنزل الساعه 9 او الساعه 9 ونص، تقف على باب الجامع لما يفتح الجامع الساعه 10 وتخش، وتجري تكون اول واحد يخش الجامع وتقعد في الصف الاول. لو عملت كده كل اسبوع، لو عملت كده كل اسبوع رايح جاي، بس اهم حاجه تمشي ما تركبش وما تصليش في الجامع اللي جنب بيتك. ما تصليش في الجامع اللي جنب بيتك.
اختر مسجدا كبيرا جامعا. انا بصلي في مسجد كبير من اكبر مساجد اسكندريه، الساعه بتاعته اكتر من 1000 مصلي، وبيكون بس مسجد بعيد. ليه؟ عشان تمشي 1000 خطوه 2000 خطوه، لان اعظم الناس ثوابا في الصلاه ابعدهم ممشى. هتمشي 1000 خطوه رايح، وبعدين وانت راجع من بيتك 1000 خطوه جاي، يبقى كده مشيت 2000 خطوه، يبقى هيتكتب لك عمل 2000 سنه، ثواب عمل 2000 سنه، او ثواب صيام وقيام 2000 سنه. هتكرر الكلام ده كل اسبوع، يبقى في الشهر هتاخد ثواب 8000 سنه عمل، او 8000 سنه عباده، او 8000 سنه صيام، و8000 سنه قيام، كانك عشت 8000 سنه، صمت الليل وقمت النهار. ده في الشهر. طب في السنه 80000. طب لو عملت الكلام ده 10 سنين 800000 سنه عباده. فلذلك الشباب الصغير عنده فرصه عظيمه جدا. انا بتكلم الشباب الصغير اللي عنده 20 سنه و30 سنه. لو عملت الكلام ده كل اسبوع هتلقى رب العالمين سبحانه وتعالى معاك مئات الملايين من السنين من الصيام والقيام او العباده، وربما مئات الالاف من السنين، او ربما مليون سنه او اكتر. وهتكون من الاهل طبعا. مش ممكن واحد هيلقى رب العالمين سبحانه وتعالى معاه مليون سنه عباده، او حتى معاه 100000 او بتاع، مش هيكون من الاهل في الدرجه الاعلى ان شاء الله. الميزان هيكون عامل ازاي يوم القيامه؟ تخيل معايا. وهتقعد كل جمعه على منبر من نور في الصف الاول، وتتمتع برؤيه رب العالمين عن قرب، وتبقى زي الشمس، انك هتاخد من هذا النور، تكون اعظم الناس نورا في الجنه، واعظم الناس تمتعا في الجنه. شوف الثواب العظيم. لذلك اللي يعرف الكلام ده ما يعملوش سيندم اشد الندم، ويخسر خساره كبيره جدا يوم القيامه. ف يا ريت كل واحد بيسمعني دلوقتي قاتل، لو قدرت تعمل زي اعمل، تنزل تقف امام الجامع وتقعد، لان ثواب العباده عظيم جدا. قال عليه الصلاه والسلام في الحديث، والحديث ده رواه الامام المتقي الهندي في كتابه العظيم كنز العمال: ليس من اعياد امتي عيد افضل من يوم الجمعه، وتسبيحه في يوم الجمعه افضل من 1000 تسبيحه، وركعتان في يوم الجمعه افضل من 1000 ركعه. لذلك صلوا صلاه التسبيح في كل يوم جمعه. انا بصلي صلاه التسبيح كل يوم جمعه، لان ثواب عظيم جدا. عشان كده في الايام العاديه كل خطوه للجامع واحده بترفع درجه، والثانيه بتحط خطيئه، لكن في يوم الجمعه كل خطوه بقيام سنه وصيامها، او بعمل سنه كامله. ليه؟ لان تسبيحه يوم الجمعه افضل من 1000 تسبيحه، وركعتين يوم الجمعه افضل من 1000 ركعه، لان فيه خلق ادم، فيه ادخل الجنه، فيه انزل اهبط من الجنه، وفيه قبض ادم، وفيه تقوم الساعه. يبقى يوم الجمعه ده هو ليله القدر الاسبوعيه. يوم الجمعه هو ليله القدر الاسبوعيه. يا ريت كل واحد سمعني دلوقتي انتهز الفرصه العظيمه دي حتى لا تندم يوم القيامه. اعمل لاخر، اسكت عايز تبقى من اهل الفردوس الاعلى وتجلس على منبر من نور في الجنه كل اسبوع. قل قولي هذا، استغفر الله.